رونو اكسبريس الموديل تاع 2021 الموتوريزاسيون ديالو ما كتختلفش بزاف على داسيا دوكر. المهم كيجي الكاربيرون ديزل الان 5 دي سي اي. البويسونس فيسكال ديالو 6 تاع لي شوفو الوراق صغار. بويسونس ريال ديالو 95 شوفو اللي كتديفلوبي في لا فورس ديالها تقريبا 200 نيوتن متر. في البواط فيتاس ديالها كتجي مانيويل 6 تاع لي رابور. الكونسوماسيون ديالها ميكست في المدينه 5 لتر في كل 100 كيلومتر. المهم طوموبيله مزيانه طوموبيله مزيانه. زيرو سون ديالها كديرها في 16 سكوند تقريبا. الكوبيسيون ديال الايميسيون ديال سي او 2 تقريبا 160 غرام في كيلومتر. طوموبيله ما كت طوموبيله صديقه للبيئه نوعا ما. فوالا اجي نكتشف الطوموبيله من لافاس ديالها ونقارنوها مع الدوكر. ليا الشرف الخوت ديروا لايك سبسكرايب وتخليو شي كومونتير زوين الى عجبكم هذا الفيديو. هذا رونو اكسبريس ماشي شي غام جديده. كانت هي من زمان كاول جينيراسيون بانت في 1985 اللي استمرت حتى 2000 وهي تقطع. ودابا في 2021 رجعات بقوه. علاش؟ حيت هي اللي غادي ترومبلاسي غالبا داسيا دوكر بالنسبه للشركه رونو. غادي نكتشفوا كاملين ان شاء الله لي زوبسيون اللي فيها والحوايج اللي جداد فيها. انا كيبان لي تغير فيها غير اللوغو في داسيا دوكر. تغير غير اللوغو وداك الكابو اللي جا ديناميك شي شويه بالنسبه لرونو اكسبريس. المهم هادشي اللي بان ليا. ولا نجي نكتشفوا اهم لي زوبسيون اللي غادي نشارك معكم فيها ونشارك معكم البري وحتى لي فاسيليتي اللي غادي يكونوا في الطوموبيل باش تشريها زعما من ناحيه الكريدي ومن ناحيه البري والتخفيضات والروميز. ان شاء الله غادي نقول لكم هادشي كامل وكيفاش تقنع الكوميرسيال يدير معاك بلا روميز ان شاء الله. فوالا اجي نكتشفوا الطوموبيله من لافاس ديالها واهم الحوايج اللي فيها. ما تمشيوش بعيد. عجبني بزاف رونو اكسبريس من لافاس ديالها. هي هاد الكالوندر هادي جات كرومي وجات فلوك زوينه بزاف. كومبينيزون بينها وبين لي زوبتيك ديالها اللي جاو لي اليماج اوتوماتيك وجاو لي فوت جو غاليد اليد وفيها لي فارون تيبغويه وكتجي اوبسيون لي رادار دو ستاسيونمون من القدام تجي حتى هي اون اوبسيون. كذلك كيشوفوا داك الكابو اللي جا كيف ما قلت لكم جا مختلف على دوكر وزوين جا مضغوط وتعطي واحد الايروديناميك زوين للطوموبيل. هادو اهم لي زيكيبمون اللي كاينين في الطوموبيله من القدام. اجي نشوفوها من البروفيل ديالها ان شاء الله. من الواجهه الجانبيه ديالها عجبتني صراحه. اول حاجه عندك ديك لابار دوطوا في الفوق كتكون في ستيب واي في الدوكر. هادي زوينه في رونو اكسبريس. عندك لي جونت اون الومنيوم تاع 16 وتاع 17. عندك 6 تاع البيبان حتى تكون 6 تاع البيبان ايكوليس في اللورانيين وتيكون فيهم الفغوياج اوتوماتيك. لي روتروفيزور ديالها غابطابل الكتريك تيكون فيهم ديتيكتور ديال لونغل مور كيجي اون اوبسيون على حسب اللي بغيتي نتايا. تيكون وكتكون الباب كيتحل مال ليبر بلان زوين. هذا فوالا هذا من البروفيل ديالها. اجي نشوفوها من اللور. اللور تيكون عندك الكوفر كبير تبارك الله. كوفر كيهز 800 يترو تقريبا زيد شي شويه على الداسيا دوكر. عجبني. وزيد عليها تيكون شنو اخر عندك لي غادار من اللور ومن القدام كيجي من القدام اون اوبسيون. الكاميرا دريكول حتى هي كاينه. هادشي زوين في رونو اكسبريس. يعني غادي نخلي موتيفي للناس باش يديو هاد البرودوي هذا. فوالا اجي نشوفوها من القدام ديالها من ناحيه لي زيكيبمون. طوموبيله من الداخل ديالها اجي نبداو بالباب. الباب ديالها فيه سيستيم سونوريزاسيون ستاندار وعندك لي فيتر الكتريك كونديكتور باساجي بوني ديالها كرومي وفيها هذيك اون تيسو. الناس ديالها كيجيو اون تيسو ريغلابل مانيويل. الفولون ديالها ملتي فونكسيون فيه ليميتور ريغيلاتور دو فيتيس تيجي ريغلابل افوي بروفوندور. صراحه زوينه. هذا ما كاين. اجي نشوفو عاوتاني الكونسول سونترال ديالها. تجيب كليماتيزاسيون اوتوماتيك بواط فيتيس 5 تاع لي رابور مانيويل. بحال قلتي تيكون عندك هنا انا كود عادي للكونديكتور. تيكونو عندك لي فيتر افون البواني ديال الكروم. ابيتاكل ديالها جا فواحد اللوك زوينه فيها دي زيسباس دو رونجومون حيت طوموبيله ايتوليتير واسعه تاع الخدمه وفيها بزاف تاع لي زيسباس. غادي نشعلوا هاد ليكرون هادي ونشوفوا اهم الحوايج فيها. اصبروا عندنا الكليما بيزون كيف ما قلت لكم والورديناتور دو بورد ديالها حتى هويا حاجه مليحه. الفولون ديالها كيف ما قلت لكم ريغلابل اون هوتور 3 برونش فيه. اجي نشوفوها.
إكران تاكتيل 7 بوس ملتي فونكسيون كتكونيكتها مع تليفون اندرويد الميوزيك فيها لا راديو فيها لي تاعك لي تاع الطوموبيل لي تاع البنو ريغلاج حاجه زوينه للاسف ما فيهاش الميديا ناف ما فيهاش جي بي اس كتكومونديه باش يتزاد في الطوموبيل فهاد لوبسيون هادي الطوموبيل فيها بلوتوث كونيكتي مع البلوتوث حاجه مزيانه في الحقيقه عجبتني هادو اهم الحوايج اللي كاينين في هاد ليكرون تاكسيل وحاجه زوينه تكون ان ليكرون تاكسيل في فواتور ايتوليتير بلان زوين هذا في الحقيقه الخوت ايوا هادو هما الاساسيات اللي كاينين حاليا كونسول سنترال ديالها زوين الابيتاكل زوين الكليماتيزاسيون بيزون هادو اهم اللي موديفيكاسيون اللي كاينين في الانتيريور ديالها بري ديالها دابا غادي نقول لكم وغادي نقول لكم لي فيرسيون باش كتخرج رونو اكسبريس كتخرج بثلاثة تاع لي فيرسيون كاين اللايف وكاين الاكسبلور وكاين الانتونس اللايف الثمن ديالها 13 مليون و800 الاكسبلور كدير 14 مليون و800 والانتونس كدير 16 مليون و200 يعني كل وحدة زايدة على وحدة المهم بلي زوبسيون بدي زيكيبمون مختلفين تقريبا شويه بشويه ماشي بزاف وكاينه رونو اكسبريس فان يعني كتكون بثلاثه البيبان كونديكتور باساجي واللي في اللور تاع الباب تاع الكوفر طوموبيله تاع الخدمه بامتياز هذيك خاويه خاويه نيت كدير تقريبا كدير شي 12 خاويه هذا اللي كاين كاينه فيرسيون ايسونس ولكن كتجي المهم على حسب الكوموند ما كتخرجش في المغرب ما لهاش طوموند باش كاينين ديرو ميز البلان روميز كاينين على حسب النيغوسياسيون ديالك مع الكليان انا غادي نشرحهم لكم دابا ها انتما بعدا شوفوا السوارت كي دايرين ديالها جاوا فلوك زوينه صراحه هذا واحد السيد شراها الله يسخر له والله يبارك لاي واحد فيكم ان شاء الله كيف ما قلت لكم لي روميز كاينين على حسب شنو كدير في الخدمه الا كنتي فونكسيونير ولا كنتي كتخدم في شي شركه يعني كيعطيوك الروميز تقريبا ما يفوتش 3.5% خصك تولي نيغوسيي معاه على الكليان على مع الكوميرسيال يعطيك بلان دو روميز اما الا كنتي زعما كتخدم بشركه قول له يقدر يوصل الروميز ديالك حتى ل 7% 7.5 قول له عطيني بلان روميز عافاك ما يعطيكش لا 4 ولا 5 لا هكذا المهم نيغوسيي معاه شد معاه خويا تشاطر معاه باش يعطيك بلان روميز ويعطيك دي فاسيليتي او ماكسيموم ويعطيك ان جيف واي مثلا شي ريفليكتور ولا شي حاجه بحال هكذا بلي يزيدك وكاينين عاوتاني دي فاسيليتي من ناحيه الكريدي كاين كريدي غراتوي كاين كريدي ما تعطي والو في لافونس فهمتيني كريدي غراتوي هو تعطي النص والباقي يعني لي زانتيري داك المونسيوليتي داكشي اللي كتعطي كل شهر يعني يكون ما فيهش الفائده فهمتيني حيت تنهضر بالدارجه هكا باش الناس يفهموا كل شيء وكاين عاوتاني اللي كيعطي ما تعطي والو ولكن خص ماشي اي واحد يمكن يستافد من هذا الكريدي هذا فهمتيني المهم الروميز هو يعطيك بلان روميز ويعطيك شي ريفليكتور ولا شي بون ديال المازوت ولا شي حاجه بحال هكذا ويعطيك ان بون بري ان شاء الله الله يسخر لاي واحد فيكم ونتمنى من الله تنجحوا في الحياه ديالكم